صحيتو، نو فوالا دو غوتور. و نكملو دائما مع السوجي اللي كنت فيه. تاني تفكرت حاجة، تانيت واحد منهم نسيت اسمه، كاع سي دي زونسيان فوتبالور هما على كل حال. واش قال واحد منهم؟ والله العظيم غير كي سمعتو غير تصادفت. تما كان يهضر معانا حنا لي زالجيريان، كان يقولنا بلي لازم تعرفوا بلي مصر هي لو ليدر تاع كاع لي موند العرب. وكان كي يهضرها كان مقنع بنفسه، اللي تي كونفانكي بلي كان يامن. واش يقول؟ بلي مازال يامن في 2009 بلي مصر هي لو ليدر تاع لو موند العرب. ومن بعد راكو تعرفوا كلمة زوج، وزاد قال بلي تحبوا لا تكرهوا، مصر هي أم الدنيا. بون، خلونا نحبسو غير في نحبس معكم غير في هذه لو تيرم تاع مصر أم الدنيا، ومصر تاع لو ليدر دو موند عرب. دابور انا ما فهمتش انا وعلاش المصريين يقولوا بلي مصر هي أم الدنيا. دونك حب يقولوا واش يقصدوا بهذه الكلمة هذه؟ حب يقول هما سي لو ليدر دو موند عرب، هما لا سيفيليزاسيون تاعهم هي كي دومين ولا بريدومين. دابور il n'y a pas une civilisation qui est meilleure qu'une autre. Il y a des civilisations qui sont différentes. Donc ce n'est pas question d'être meilleur ou la plus mauvaise, c'est différent. Cool bled, عنده تاريخ ديالو، عنده la spécificité ديالو، وعنده la civilisation ديالو. دوك ندخلو في لوجيك تاع الجورناليست اللي يقول بلي مصر هي من الدنيا، باسكو يقصد بلي مصر هي اللي اون افونس كلش. انا نجاوبو نقولو يلاه يرحم باباك، باش تقول مصر هي ام الدنيا، وعلاش انتوما اللي طلعتو للقمر، انتوما اللي طلعتو للقمر، انتوما درتو لي ساتيليت في السماء، انتوما اللي vous avez créé des médicaments dans le passé qui ont sauvé des millions de vies humaines. Nous avons la technologie de pointe. Nous avons l'industrie automobile. Nous avons l'industrie des routes ou l'industrie des barrages. Comme on a fait la Hollande. Puisque la Hollande, c'est la Hollande, c'est la grosse majorité, c'est le mât, le mât, le mât. Ou les Hollandais, c'est maroufine pour la construction des digues ou marouf l'hydraulique ou les ponts, hein, donc gigantesques, pour protéger la terre ferme contre les envahissements d'Allemagne. Voilà, c'est marouf. Bon, hadith, je ferme la parenthèse. Où est-ce que tu as une technologie qui est en masse pour te dire que tu es en dunya? Ou là, on est en référence à l'Al-Faraïna? بالك انتوما جي لامبريسيون كو مصر مازالهم عايشين في الماضي، في التاريخ يحكم الماضي ويتبقوا في 2009 باش يقول باللي هو ام الدنيا. هذه اللي انا كل ما نسمعها صام ديكو هذه الكلمه هذه، و يا با بلو اريتون لي انايا بور موا كو هذه الكلمه تاع مصر هي ام الدنيا. اي ام الدنيا دو كوا؟ واش جبتوا لا تكنولوجي؟ واش جبتوا لي زاتر هيومان كوم بينيفيس؟ هيا سميو لي كاسكو فوز افي كريي، كاسكو فوز افي انفونتي. انا مستعرب البلدان لي سيفيليزاسيون اللي بلا تكنولوجي تاعهم ايزون كريي دي شوز اوتيل بور ليمانيتي. هادوك نقول نستعرب بهم، نقول لهم هادو سي اون سيفيليزاسيون اللي الا بوكو ايدي les êtres humains sur la planète. هادي باش غير حبيت نوضح لي بوان هادي تاع مصر ام الدنيا، سي كومبليتمون ريديكول. و انا نقول فو با يفو ناسيون ولا يفو جامي تعيش على حسب الماضي تاعها، باسكو ماشي بالماضي اللي طرح تافونسي. il faut تقول لي واش دارت مصر في 2009؟ واش دارت؟ واش كاسك لا كريي؟ كاسك لا انفونتي؟ هادي وحده. ويقول بلي هما اللي دارت على المونداغاب، وما على واش من اللي دارت على المونداغاب؟
واش من لي ليدر تاع الموند العربي. راه عندكم اون فرونتيير مع لا بالستين، ورانا نشوفو واش راهم صايرين في لا بالستين تماك في لا فرونتيير عندكم، ولي زافي بلوكي، ولي زافي انفيرمي، ولي زافي روجيتي، وتجي توري وتشك صحيح وتقول باللي مصر هي كدا وما كدا. والله العظيم غير تي غيديكول. لازم قال لك واحد لو غيديكول نو تي با. مي انا باقي ما قلت لكم اوديبي، ما كنتش نعرف لا مونتاليتي تاعهم، مي على حسب ما واش سمعت واش شفت من هاد لي من هاد لي زوج جبسان اللي شفتهم. دونك ما نجمعش نهضر على اللي شفتهم، سي فريمون مستوى طايح كاع كركر، مستوى زيرو. سي دي جامع. الله ماذا بكم ما تعاودوش هادي تاع مصر هي لو ليدر دي موند عرب، ولا لو ليدر ولا ام الدنيا. هادي سي الضحك، سي غيديكول. هادي فوالا، هادي حبيت النقطة هادي حبيت نوضحها. قلت لكم قبيلات كاين دو ريزون علاش راهم يديروا هكذا. لا بروميير ريزون سي كوم خايفين من ليكيب ناسيونال، ليكيب تاعنا مخايفين منها. الوغ ايز ايساي دو ديستابيليزي بهاد الطريقة. بصح نساو حاجة بلي نو سالمون لا بليبار دي جوار تاعنا سي دي بروفيسيونيل، وحدة. دوزيامون ما يقراو الجورنال تاعكم، ما يشوفوا لا تيلي تاعكم، تو سامبلومون باسكو ما يفهموش اللغة تاعكم، ومام لو كان يفهموا اللغه تاعكم ما يشوفوكمش باسكو راهم اوكيبي مع لي كلوب تاعهم اون اوروب. دونك ما تقيسوهمش بهاد لا كومبان. ولا ديزيام ريزون اللي هي لا بلوز امبورطون، لازم نفهموا بلي هاد لي تيليفزيون سبيسياليزي، هادو لي ميديا، لا ريزون برينسيبال علاش راهم يسبوا في ليزالجيريا ما عندها حتى علاقه مع البالون. راهم يديروا تو سامبلومون باش يوغمونتيو لوديما. هذه هي لا ريزون اسونسيال لازم نفيقوا بها. هاهم يديروها سي سي بيغمون بور دي ريزون كوميرسيال، بور دي زانتيغي فينونسي، باسكو بلوس هما فاقوا بلوس دير دي زيميسيون كيما هادو سكوندال وتسب لي زالجيريان، و بلوس تسب بلوس لو نومبر دو تيلي سبيكتاتور يل اوغمونت. دو سولا يلون كومبخي من بكري ماشي غير من اليوم. مام لي جورنال لاستيس لي جورنال يديروها. علاش يقول لك ان جورنال سا لانتيغاس با، يحط لي نوفيل و تو فا بيان، باسكو واحد ما يقرا يحب ان جورنال الى انتيغي افوار دي نوفيل ا سونساسيون. سي كوم سا كيل اوغمونت سون تيراج. بلوس يا دي تيتر هكذايا كي بروفوك في الجورنال، في الجورنال ولا دي بروبليم ولا دي كار ولا بلوس لي جون اشات لي جورنال. هادي لون كومبخي. و باش نوليو لون زامي ايجيبسيان ils font ça uniquement pour augmenter l'audimat. Voilà, bah, plus l'audimat dans les télévisions partout dans le monde est grand et important, plus ils font des rentrées d'argent. Donc, les hommes de Fermo, la raison principale, c'est faire venir le maximum de téléspectateurs le soir de l'émission, la chaîne de Ham, ou Mayrahouch ailleurs. Oh, ils ont compris que quitte d'être beaucoup de types de Mongols, ils se battent toute une nation. Malheureusement, ça attire les gens et de ce fait, ça augmente l'audimat. Ils l'ont essayé la première semaine, ils ont vu que l'audimat a augmenté en flèche. Les concurrents Teham, ils ont compris la même chose. Si, en fait, le match Ada, ils sont en train de l'exploiter à des buts purement commercial ou commerciaux. Hatta le 14 de novembre, qu'il a vu le match, c'est fini. Donc, lazem ne fait moi de nokta hadi que leur intérêt principal c'est d'amener le maximum de gens pour regarder leur chaîne. Bon, je croyais que quand j'ai fait deux vidéos, il faut, mais je vois que la détente est très close. Moi, j'allais nous dire comme, Inch'Allah, une troisième vidéo. Aïe, on va être sahid.